شهد مدينة التشيت التراثية في موريتانيا مهرجانا لتشجيع الإبداع في مجالات الفنون الجميلة والثقافية المختلفة. مهرجان يسلط الضوء على ما تتمتع به البلاد من تراث وتنوع ثقافي ومواهب تتطلع للتشجيع. مهرجان للفنون الجميلة في موريتانيا، مسابقة ترعاها الدولة لتقوية روح التنافس وتشجيع الإبداع في مجالات المسرح والفن التشكيلي والسينما والموسيقى، رغم أن الحكومات المتعاقبة لم تستثمر دولارا واحدا في مسرح أو دار للسينما. الرئيس الموريتاني كرم عددا من الشخصيات البارزة في مضمار الثقافة، مشيرا إلى أن المهرجان فرصة لتنمية الكنوز التراثية وحفظ الأحداث التاريخية الملهمة في الوجدان الجمعي. وقد حرصنا على أن يكون هذا المهرجان في آن واحد احتفالا تراثيا ومشروعا إلمائيا، ولذا خصصت الحكومة لهذه النسخة من المهرجان كما للنسخة التي قبلها ما يناهز 3 مليارات أوقية قديمة لتمويل مشاريع تنموية في مجالات مختلفة كالمياه والطاقة والزراعة والبيئة وغيرها. الكثير من المواهب الموريتانية أثبتت حضورا على المستوى المحلي، كما عرضت إبداعات في مجال الأفلام الروائية والوثائقية في محافل إقليمية ودولية، ونالت أعمال مميزة منها الجوائز. مدينة تيشيت التي استضافت المهرجان بنيت قبل أكثر من 9 قرون بأحجار الجبال المحيطة بها، وهي مصنفة ضمن التراث العالمي للإنسانية المهدد بالاندثار. المدينة الأثرية العطشة حبيسة كثبان الصحراء حظيت بمشروعات تنموية بالتزامن مع المهرجان. بتدشين مشروع لتعزيز وتحسين منظومة تزويد مدينة تيشيت بالماء الصالح للشرب، والثانية بمشروع تعزيز البنية التحتية الكهربائية الذي بدأ العمل فيه منذ 4 أشهر. أما المكونة الثالثة فتتعلق بوضع حجر الأساس لانطلاق الأشغال في بناء عدد من المنشآت التعليمية والإدارية، وذلك بمناسبة احتضان هذه القلعة التاريخية لنسخة 11 من مهرجان مدائن التراث. مهتمون بالثقافة والفنون يؤكدون على ضرورة مواصلة الدعم الحكومي لهذه القطاعات الحيوية لإحداث استدامة في الإنتاج الثقافي الموريتاني وتسليط الضوء على حقب في التاريخ الموريتاني يكاد يطويها النسيان. ينضم إلينا من نواكشوط المنتج الفني فؤاد ولد الصفرة. أهلا بك فؤاد. يعني هناك اعتراضات نقرأها على مواقع التواصل الاجتماعي على أن الرئيس يقوم بتقديم الجوائز والهدايا في وقت يعترض فيه الجميع أو نسبة كبيرة على أن الحكومات المتعاقبة لم تقم ببناء دار سينما أو حتى مركز ثقافي وغير ذلك. اليوم أنت يعني في هذا السن اخترت الإنتاج الفني، وهذا يعني يجعلني أسأل كيف تختار الإنتاج الفني في بلاد لا يوجد فيها لا دار سينما لا مسرح لا شيء؟ لو تفسر لنا فؤاد. أهلا بك وأهلا بجميع مشاهدي الحرة. إذن هذه الجائزة يعني جائزة مهمة لدعم الفنون، لكن على أي معايير تم اختيار الفائزين؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف يكون هناك انت تخرج عن سؤالي؟ انت اخترت الانتاج الفني، انت مختار في الانتاج الفني قبل ان نخوض في هذه الجائزه. لا اجبني عن سؤالي. يعني لان الانتاج الفني في موريتانيا، اذا الانتاج الفني في موريتانيا هو يعني لا زال خصب، لا زال مجال يمكن ان يكون هناك في ابداع، لان هناك اشخاص قبلي مثل يعني شركة زين برودكسيون بقيادة الأخ وبرئاسة الأخ علي باريك أوصل الموسيقى الموريتانية إلى جميع العالم العربي بل إلى جميع العالم بجهود ذاتية. لا يعني في العصر اليوم لا تحتاج إلى دعم وزارة الثقافة، لأن لا يوجد دعم وزارة الثقافة، لأن وزارة الثقافة لا يوجد فيها إلا لوبي. يعني المشكلة ليست في الرئيس وليست في الوزير، لكن في لوبي داخل وزارة الثقافة.
لأنك يعني مثلا أحكي لك حكاية قريبة. في مرة تلقيت بواحد مسؤول عن الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة، هو لا يعرف فنان واحد تشكيلي، وهو مدير الثقافة، مدير الفنون التشكيلي في وزارة الثقافة. أخي الكريم، هذه جائزة مهمة وخطوة مهمة من رئيس الجمهورية، لكن ليست المهمة الجائزة، المهم كيف يتم اختيار الفائز وكيف يتم اختيار لجنة التحكيم. لأن هناك معايير داخل الجائزة، معايير عبثية. مثلا من أحد المعايير حضور النجم المشارك لأداء الأغنية أمام اللجنة مثلا. افترضنا لو كانت هناك مسابقة في مصر مثلا، هل ممكن أن تحضر تامر حسني أو عمرو دياب أو أنغام أو شيرين من أجل أن تؤدي أمامك الأغنية وهي نجمة من الصف الأولى؟ هناك معايير ثانية. على أي أساس معايير؟ يعني مع كامل احترامي، وأنت تعرف، أنت تعرف فؤاد، اليوم كثر من يستخدمون الأوتو تيون أو اللي يلعبون بأصواتهم في الاستوديوهات حتى تصل الأغنية للمستمع بشكل جيد. نقطة أفهم نقطة ما تقول، ولكن 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 حينما تتحدث أنت عن جائزة بهذه الأهمية كما تذكر، بعيدا عن المعايير حتى نكسب الوقت، يعني سوية بالوصول إلى معلومة مفيدة أكثر فيما يتعلق بالمشهد اليوم، نريد استمرارية. استمرارية، إذا أردت أن تحصل على استمرارية للفنانين والذين يستحقون الدعم، يعني تريد من وزارة الثقافة مسرحا، تريد دارا للسينما، حتى على الأقل يا أخي أنت كمنتج تستطيع عرض الأعمال أو تطوير مهارات أو البحث على الأقل عن مواهب جديدة، يكون هناك أماكن من خلالها تعرض هذه الجوائز الهامة أو المهرجانات. أو يا أخي الفاضل، يا أخي الفاضل، يا أستاذ الفاضل، تفضل يا سيدي. لا يا لا استنى يا أستاذ الفاضل، وزارة الثقافة لا تبحث عن مواهب. يا أستاذ الفاضل، وزارة الثقافة لا تبحث عن مواهب موريتانية. أنت كمنتج تبحث عن مواهب موريتانية، أنت كمنتج فني لا تبحث عن مواهب لهم علاقات. أنا أعمل مع المواهب أخي الفاضل، أنا أعمل مع المواهب، ولدي أعمال، معظم أعمالي من 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 من, من أعمال شباب. مثلا الفنان الكبير علي باريك، ليس من شريحة إيجاون، لقد تم تكريمه البارح. علي باريك عمل منذ 13 سنة على تطوير الموسيقى، لديه أغاني. أول من جمع 10 مليون مشاهدة على اليوتيوب لأغاني موريتانية، أول من جمع 5 ملايين، أول من طور الموسيقى الموريتانية. حتى وزارة الثقافة لا يعرفون اسمه، لا يعرفون. ما الحل في وزارة الثقافة؟ يا أخي هذه مهزلة. يعني أدفايز مثلا، استنى شوي مثلا الفنان عدنان محمد زيدان، مراد محمد زيدان، مع كامل احترامي هو فنان موهوب، الاغنيه التي فاز بها حصدت 14 مشاهده. هناك فنان من شريحه سونيكي ولا وولف ولا مثلا وولف ولا بولا ادفايس، اخر اغنيه عم نزل 2022 حصد 6 ملايين و800 الف مشاهده. هناك كذلك اخطاء كارثيه في وزاره الثقافه مثلا. طيب ما الحل في وزاره الثقافه؟ لدي دقيقه، لدينا دقيقه في هذا اللقاء يا استاذ فؤاد، أرجوك. الحل لا بد يا أخي الفاضل، المشكلة ليست في الوزير ولا في الرئيس. هنا الوزير الحالي وزير يحب العمل، يحب أن يستطيع، لكن المشكلة في كوادر وزارة الثقافة، كوادر عبثيين قبليين جهويين لا يعرفون أي شيء عن الثقافة، كل ما يعرفونه هو الشعر. لأن الثقافة مثلا، أنت كيف تتكلم عن الثقافة ونواشط عاصمة الثقافة الإسلامية وعاصمة الثقافة العربية مثلا؟ أنت لا يوجد لديك سينما واحدة. في الماضي كانت في موريتانيا 14 سينما، كان هناك مسرح، كان هناك دار سينما. اليوم لا يوجد ولا دار مسرح، دوركم ولا كفنانين مسرح حتى توصلوا أصواتكم للرئاسة على الأقل إن كانت، أو مجلس الوزراء أو البرلمان، حتى يتم على الأقل الضغط على الحكومة لتنفيذ مشاريع. نحن نعتبر مثلا الحكومة، نحن لقد قلنا وصلنا هذه المشاكل عن طريق الرسوسيو وعن طريق القنوات، لأن هناك لا بد أن يكون هناك دعم فني. لكن المشكلة من يمثل الفنون أمام وزارة الثقافة؟ شيء من الصماصرة. مثلا أنت جميع لجنة التحكيم، لجميع لجنة التحكيم في وزارة الثقافة لا ترتقي 70% منها، لا يرتقي أن يكون في لجنة هوات. وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. شكرا لك فؤاد. أخي الفاضل، المنتج الفني، أنا للأسف الوقت جدا كان ضيق لدي، حاولت أن أصل معك إلى إجابة بالنسبة لموضوع أن توصلوا أصواتكم أنتم كفنانين لمجلس الوزراء، إن كانت الوزارة يعني لا يوجد بها كوادر كما تفضل تستطيعون الذهاب إلى مجلس الوزراء
من ثم هناك برلمان وايضا هناك الرئاسه حسب يعني الهرم في البلاد. شكرا لك فؤاد ود الصفرة المنتج الفني. لا تستطيع الرئاسه لا تسمع ما شكرا لك انا الوقت انتهى لدي على امل ان نلتقي مره اخرى ونتحدث بشكل اوسع ومفصل. شكرا لك ولوصتك يا سيدي. شكرا لك كنت معنا النواب مباشره. ان شاء الله ان شاء الله.